ده وقت اللي توفى يعني تم استشهاد خونا شكري 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 بالعيد. رأسا فيه أبواق معينة أطلت علينا يعني بضرورة يعني حل المجلس، يعني تم استغلال نقطة اختيار الشهيد اختيار الشغل الشغل لحل المجلس وحصل ما حصل وقت اللي وفوه 23 يعني 23 اكتوبر يعني قيل انه الشرعية انتهت. الشرعية فيش الشرعية راهو المجلس راهو عنده مهام، مهام الاعضاء نتاعو عنده مهام بموجب قانون. اذا ثم في اطراف سياسية يعني سابقا منها بس استثني منها المؤتمر فقط، مؤتمر اللي رفض يعني المدة نتاع سنة يعني 11 مكون سياسي اتفقوا على اساس تكون المرحلة المقبلة سنة سنة. لكن طبيعة الأعمال نتاع المجلس نتاع المجلس نتيجة للهرس ونتيجة للنقاشات ونتيجة للتدخلات ونتيجة لطبيعة الأعمال اللي حكى على عام مش عارف الكم الهائل اللي كان ينتظر المجلس لما يعني تواصلت العملية. لا قيل لا انتهت الشرعية يعني بعام يعني 23 يعني وحصل اللي حصل يعني ثم في أطراف داخل المجلس عملت سياسيين من داخل المجلس وخارج المجلس على ضرب يعني المؤسسة الشرعية الوحيدة اللي استمدت منها جميع الهيئات وجميع السلطات استمدت الشرعية متاعها. نيجوا بعد الاستشهاد المرحوم البراهمي نفس الشيء يعني وكأنه ثم في أجندة. نيجوا لما حصل في انقلاب في مصر وحركة التمرد حصلت حركة التمرد في مصر يعني التمرد في مصر ينعكس علينا احنا داخل المجلس مش في الساحة التونسية، ما يهمنيش الساحة التونسية هذاك شأن العام السياسي. يعني الانقلاب اللي حصل ندافع عليه وننذر ليه وندفع في اتجاهه يعني من داخل المجلس. علاش خايف انك تكون مستقل؟ لا وسمعك هذه يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية داخل يعني شو اسمه العمل نتاع بناء الدستور سن الدستور ثم في خلاف يعني حقيقي وصراع داخلي يتعلق بالإسلام. يعني ثم في أطراف ذات بعد ايديولوجي ما يحبوش ولو الاسلام يقول قال يكون عنده حضور حقيقي ويعبر على الهويه العربيه الاسلاميه يعني داخل الدستور. يحبوا الدستور ولا الفضفاض. والتسجيلات موجوده في الحوار اللي حاصل داخل اللجان وداخل الجلسات العامه. واضح. يعني نخص الذكر بها عندك في الطوطة وتاسيسا على ثوابت الاسلام يقول لك لا علويه وعلى الحقوق الكونية ومبادئ حقوق الإنسان لا علوية فوق صوت الشعب. يعني ما فماش مرجعية بالتالي ولو ترك الإسلام على صفحة ثم فيه الفصل الأول نتاع الدستور يعني ولو مش نقرأ الفصول لا 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 فقط 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 الفصل الأول نتاع الدستور يعني دين الإسلام محبوش دين الإسلام. الفصل 141 اللي هو صار فيه جدل كثير يعني ثم فيه يعني فصول معينه النظام الجمهوري ما يلزموش يتمس يعني اي حاكم يجي غدوه ما يلزموش يغير فيه. عندك مدنيه الدوله، عندك المبادئ العامه نتاع حقوق الانسان اللي واردوا من ضمن في الدستور، عندك المده النيابيه، عندك لغه الرسميه نتاع الدوله، عندك الدين الاسلامي. وقت اللي تجي تقول الدين الاسلامي لا يلزمو يخرج ويصير متغير جوطابل يصير هذا يعني دفع في اي اتجاه. وقت يتم هذه معاه حريه الضمير اللي هو يعني تم الدفع به الصلب المجلس يعني في صياغه نتاع الدستور اللي هو الشخص يحق له يدخل على اي ديانه في اطار حريه المعتقد ويتبنى اي ديانه وعلى الدوله مطالبه تحمي وهو يمارس الطقوس الدينيه نتاعو سريا وعلانيا سريا وعلانيا. هذا ما يهدد المبادئ العامه نتاع الاسلام. واضح. خلينا نرجع سي الهادي لاداره المؤسسه التشريعيه في خطر. نجموا نحكيوا على الانتخابات قادمه ولا لا الفتره هذه خاصه في ظل الأزمة هذه؟ أنا أقول تفاعلا مع خطاب أخ محمد أن يظهر لي يتأكد كل يوم للشعب التونسي وأن الاتحاد تشخيصه للواقع للوضع هو واقعي جدا وفي علاقة بهموم شعبنا ومحنا. ما قاله الآن ما يكفيش هذا إلى اهتزاز الثقة في المجلس التأسيسي. يكفي اهتزاز الثقة في المجلس التأسيسي. الجدل اللي صاير في المجلس التأسيسي، الحوارات اللي صايرة في المجلس التأسيسي،
وهالنقاشات اللي صايره في المجلس التأسيسي وهل هذه تفيد الشعب في شيء؟ لكن كيفاش باش نمر الانتخابات في ظل غياب مجلس التأسيس؟ خليني نكمل ساعه خليني نكمل. ونحن قلنا اهتزاز من بين معناها مبررات تقديمنا للمبادره ولمنا للفرقاء الكل نحبوا ننئيوا بالبلاد على هالسلوكات هذه وعلى هالجدل العقيم هذايا. بالطبيعة ديما نقولوا راهو احنا في الاتحاد راهو في علاقة بهويتنا العربية الإسلامية وبحبنا لتونس وبالتزامنا بهواجس وتطلعات شعبنا ولتحقيق أهداف ثورتنا. وقلنا من بين الأشياء اللي قلنا أن راهو اهتزت الثقة في المجلس التأسيسي نتيجة تباطؤ في إنجاز الدستور والتلكؤ في تشكيل هيئات الضامن الانتقال الديمقراطي وغلبة التجاذبات على أشغاله وخلق الالتزامات السابقة المحددة له بسنة غير ذلك. دونك احنا شو نقوله هوني في الوحدة ذي وأريد أن أجيب على السيد الوزير بعض الشيء. نقول أنه عندما في بصراحة في قناة تلفزية ومباشرة ويتقدم للشعب بأنه متمسك بشرعية الحكومة وبشرعية المجلس التأسيسي وهذا كيف هذا راهو خطاب خشبي يقابله خطاب خشبي من جهة أخرى. والاتحاد وقف موقف الوسط وقال أقر بشرعية المجلس التأسيسي وبقائه ولكن راهو يمكن لرئيس الدولة أن يدعو في هالمرحلة هذه وفي إطار التوافق العام أن يدعو وزيرا شخصية وطنية أخرى يكلفها بتشكيل حكومة تكنوقراط وبنفس الحديث اللي قال هو أنه في إطار التوافق هالتشكيل الحكومية هذه تكون من 15 ولا 20 وزير تاع تسيير أعمال الفترة السابقة أنه المجلس التأسيسي مش يوافق عليها في إطار التوافق العام اللي يلزمه معناها الناس كل تعمل. وثم أن المبادرة هذه وأقولها ولا أخفي سرا أنه لقيت تجاوبا من عديد الأحزاب التي كانت تنادي ونقول تجاوب مش تجاوب معناها كلي ولا معلن ولا معلن وإنما لقيت تفهما من عديد الأحزاب التي كانت في بداية المرحلة أنها تنادي بتنحية المجلس التأسيسي وبنها مهامه إلى غير ذلك. إلا أن الأطراف الحاكمة وأخص بها النهضة والمؤتمر هم الذين لا يزالون يحكيوا على أنا أقول كنت نتمنى أن يسمع السيد الوزير أنه يقول رحنا قدمنا في مراحل تفاوض وإحنا راهو ساعيين مع كل الناس هنجين للمبادرة وما ما يصيرش الاتحاد بمر الكرام بانه لا الاتحاد راهو اكبر من الناس الكل الاتحاد راهو اكبر من الناس الكل سيدي والاتحاد راهو نتاع الناس الكل سيدي الاتحاد قوة خير في البلاد سامحني وسيواصل الاتحاد سعيه لانقاذ البلاد باش نواصلوا سيدي بعد لشعبه وليس خدمه لاي حزب كان أكيد. ولاي فئه معينه اكيد سيدي نرجع لك المبادره نرحب بصراحه بي حس بنقاشنا هذا المنحة لأنه ما يفيد رأوا ما يفيد الناس تتفرج فينا والناس تتبع فينا هو بماذا سنخرج نشوفوا مع بعضنا الفتاغ اللي خذيناه مع بعض من نواب الكتله الديمقراطيه وبعض من النواب اللي منصحبين من المجلس الوطني التاسيسي وبعد نرجع مع سي الهادي باش نكملوا معاهم بدار الاتحاد وكلمه الختام زاد مع سي محمد نجي غرسلي نائب مستقل بالمجلس الوطني التاسيسي نمشيوا للفتاغ وبعد نرجع. حكومه انقاذ وطنيين تكون محدوده العدد تسهر
عليها إطارات وطنية مستقلة غير متحزبة هو خيار اتجه نحوه العديد من الأحزاب خاصة من المعارضة، إذ أكد بعض النواب المنسحبين وبعض الأحزاب على أن مثل هذه الحكومة ستكون قادرة على إعادة الثقة للمواطنين وستخرج بتونس من الأزمة السياسية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة. الحكومة متاع الإنقاذ اللي توا نطالبوا بها هي الحل، والحل الوحيد اللي وقع طرحه زاد في المرحلة السابقة مع حكومة حمادي جبالي، لكن في المرحلة هذيك كان ثم رئيس متاع حكومة اللي يقر بالفشل متاعو ويعترف بأنه المرحلة هذية في تونس يلزمها تكون فيها حكومة ذات كفاءات وما فيهاش حتى ولاءات حزبية. المرحلة هذه مختلفة شوية لأنه رئاسة الحكومة بالنسبة لها هي وجودها لازم إلى تونس، ما فيش حتى حد لازم لتونس، تونس ما يلزمها كان شي عباد اللي تخدمها ليد في الليد واللي يغلبوا مصلحة بيدهم أكثر من مصلحة حزبهم. نرى أنه حدة التجاذبات السياسية في اللحظة الراهنة ماهيش باش تمكن تونس من إنهاء المرحلة الانتقالية بسلام، ولذلك احنا اقترحنا الصيغة هذه، ونحن على فكرة اقترحناها منذ مدة، اقترحناها من وقت 23 أكتوبر ومن قبل 23 أكتوبر، قلنا راهي المرحلة مرحلة انتقالية تقتضي جملة من التوافقات نجم نمضيه بهذه التوافقات إلا بحكومة كفاءة وطنية. واليوم ما فماش حل آخر غير حكومة للإنقاذ الوطني بمفات مغايرة تماما لحكومة السيد علي العريف، حكومة يلزمها تكون مستقلة، حكومة متطوعة، حكومة ما ترشحش للانتخابات القادمة، وحكومة معناها عندها برنامج مستعجل بعلاقة بالملف الأمني بالملف السياسي وبالملف الاقتصادي والاجتماعي. في نفس السياق تم تأكيد على أن مصلحة البلاد يجب أن تغلب مصلحة الأحزاب باعتبار أن حكومة الإنقاذ الوطني هي الحل، لذا يجب حل الحكومة الحالية واعترافها بفشلها واستقالتها وتكوين حكومة كفاءة مستقلة، ولا يمكن المضي نحو توافقات إلا بحكومة كفاءات وطنية خاصة بعد فشل الحكومة الحالية. اليوم الحل تاع حكومة إنقاذ متكونة من ناس محايدين ما عندهم حتى انت حزبي، حاجة ولات وجوبية حيوية بالنسبة لمصر تونس والمستقبل تونس، وهذه لازم الأطراف الكل اليوم تتقنع بها إذا كان مازالوا يدعيوا أنهم عندهم تريف من الوطنية وتريف من حب تونس وحب الوطن. ويبقى السؤال مطروحا، هل سيتم التوافق من قبل الجميع على حكومة إنقاذ وطني عوض الحكومة الحالية التي اعتبرها الأغلبية فاشلة؟ وهل يمكن قانونيا صعود حكومة موازية إذا لم يقع حل الحكومة الحالية؟ رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين مباشرة على قناة القلم الفضائية، هذا هو رجع الصدى. اليوم نحكي على الوضع السياسي في تونس، نحكي على الحكومة الموجودة والحكومة الموازية إن وجدت، ونحكي زاد على مبادرة الاتحاد العام التونسي لشغل بحثنا سي الهادي بن جمعة. سي الهادي، مبادرة الاتحاد في مش نقول في كلمتين، لكن مبادرة الاتحاد اللي هي تبوب كبر أمان، كحكم، كفيصل، ينجم يكون أنه يمر من البلاد بالبلاد هذه من الأزمة الموجودة، وخاصة نجم نحكيه على مرحلة انتقالية ديمقراطية بأتم معنى الكلمة في حضور الاتحاد. أنا أؤكد أنه في ظل الوضع الحالي ما احناش باش نجيبوا ناس من الخارج ولا جهة من الخارج تقرب وجهة نظر بين تونس وبين الفرقاء التونسية. وعيب علينا نحكي وسمعت السيد الوزير توا وكأنه معناه مش مقتنع بدور الاتحاد في هذا. عيب علينا أنه نحكيه على معناه كمسؤولين وفي حكومة على مبادرة الاتحاد بالطريقة هذه. فالاتحاد راهو ديما نقولوا كما قلنا قبل، ومنيش باش نزايد على الناس في تعداد دوره عبر تاريخ تونس، ونعرفوا انه مؤسس الاتحاد كان اول من كون
تشكيله عسكريه طلعت للجبال وبدات الدفاع في نضال من اجل تحرير البلاد، وقادها انذاك المرحوم احمد التليلي. فرحات حشاد استشهد واغتيل من اجل الدفاع على الوطن وليس من اجل الدفاع على شريحه من التوانسه. فالاتحاد مقتنع بدوره ومارسه ويمارسه من هذا المنطلق، لان هذا دور الاتحاد منذ تاسسه. فنقول انه عندما يشخص الاتحاد الوضع الحالي في فشل الحكومه الحاليه او السابقه او غيرها، وقرر كما قال قالت الاخت الان معناها وزير اول سابق بفشله معناها في تنميه وفي غيرها وفي غيرها وفي شخص، ولان تنمويا فشلنا، امنيا هيك الطامه الكبرى، لان لم نعهد في حياتنا منذ اغتيال فرحات حشاد والهادي شاكر واعدام لازهر شريتي ومن معهم طرف بورقيبه، ما عشناش اغتيالات، ما عشناش اغتيالات حتى احداث 26 جانفي وقع معناها طمسها، ورغم اني صارت فيها ضحايا وقعت فيها ضحايا والى غير ذلك، وقع طمسها من طرف معناها اجهزه الانظمه السابقه. اذا امنيا وهذا ربما الميزه اللي كان تمتاز بها البلاد ويعيشها الشعب التونسي، انه كان في امان من الارهاب والظاهرين. خلينا عدم القراءه التاريخيه نوصل لمبادره لا لا نحكي انه من بين الاشياء اللي الاتحاد شخصها هو انه امن المواطن التونسي اصبح مهددا، والارهاب اصبح يراه واقعا ولم وما عادش يسمع به في التلفزيون وفي الجرائد وفي الراديونات الى غير ذلك. هذا شيء يتطلب انه نسارعوا بهالمرحله الانتقاليه هذه، نسارعوا بها وننأوا على التمسك بالكراسي وبالمواقع. يقول الوزير بكري يقول ما عيناش ناس منتمين للنهضه. يا رسول الله، ثم زوز يختلفوا بان والي صفاقس هو معناها مش في عمق النهضه. هذا مثال على خاطر نعرفوه احنا عايشين، فلا يمكن له ان يقول ذلك، لان النهضه وضعت يديها على مفاصل الدوله كامله. عندما نمشيو نتفاوضوا في وزاره من الوزارات فنلقاو كم هائل من المستشارين اللي هما كلهم منتمين للنهضه. اذا كان وزير منتمي للتكتل فتلقى عنده ستاف نتاع مستشارين التكتل، اذا منتمي للمؤتمر تلقى عنده ستاف من مستشارين المؤتمر، وبالطبيعه اذا كان الاغلبيه للنهضه فتلقى كيف. اذا راهو موجوده هذا وما نجموش نغطيوها على المواطن. طيب النقاط اللي طرحتها الاتحاد العام اذا بالنسبه للاتحاد العام الشغل هو يقترح حل الحكومه الحاليه كما قلنا. بالنسبه علاش قلنا موقف الاتحاد موضوعي ومنطقي، انه كما قال بكري الاخ الابقاء على شرعيه قائمه في البلاد. راهو احنا في الفتره نتاع الثوره العام ولا العام نتاع الثوره، راهو ما كانش عندنا مجلس تاسيسي ولا كان عندنا دستور، كان عندنا مجلس حمايه الثوره والانتقال الديمقراطي اللي هو صار بتوافق الناس كل ولا يشرع حتى هو سير هذه. شكون ما قالش الحكومه اللي باش تجي ماهيش باش تخلينا نعيشوا في تجاذبات سياسيه اخرى؟ لا ما تخليناش، لان مش لازمها تكون بمنأى عن السياسيين، مش تكون محايده، مش تكون ناس فنيين، ناس اصحاب كفاءات، مش يسيروا دوالي بالبلاد هالمرحله الانتقاليه اللي مش دوم 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور. الضمانات للاستقرار، الضمانات للاستقرار الامني والتنميه الحكومه هذه مش تقوم به، لان هذاك دورها في ما هوش في علاقه بتوظيف الامن ولا توظيف الجيش. لا قلنا الحكومه هذه لا لا الحكومه اللي لا الحكومه هذه متسيسه، لا الحكومه هذه حكومه احزاب ما هيش حكومه كفاءات. صحيح يقولوا فيها 3 ولا 4 موحدين، لكن طيب ما هوش هذا معناها احنا بالنسبه بعد حل الحكومه، حل الحكومه وتكوين حكومه معناها تكنوقراط. هالحكومه هذه تسير دولي هي حكومه تصريف اعمال، وراهو قالوها حتى راهو عناصر نظره قالوا احنا راه حكومه تصريف اعمال، ما عندناش ما نجموش نعملوا تنميه. هاي الحكومه مستعده على انها تقدم تنازلات؟ شنو التنازلات؟ والمعارضه لا المعارضه ثم قلت لك انا اطراف المعارضه اللي تفاعلت مع مقترح الاتحاد.
لكن احنا بالنسبه لنا احنا كشعب تونسي كتوانسه يا اخي الحكومه خليها تسير لنا امورنا اليوميه كم والمجلس التاسيسي يتلها فيما تبقى له من الوقت لانهاء الدستور والانتخاب الهيئات الدستوريه. الاتحاد في المبادره هذه اعطى يعني امكانيه وقت لانهاء الدستور أعطينا او انتخابات اعطينا وقت حتى اعطينا وقت لي على اساس انه خلال شهر اكتوبر ينتهي المجلس التاسيسي من مهامه كلها وينجم يحل نفسه بنفسه باعتبار اللجنه العليا للانتخابات كما اعطى السيد رئيس الانتخابات موجود قال نفس الكلام موجود لكن يعطيني قال الانتخابات في الخلاف وين وخلاف الحكومه الواه الواه نختلف الحكومه هذا نعملوا وفاق على الحكومه هذه الانتقاليه هذه المبادره الايجابيه للاتحاد بالطبيعه هذه هي طيب سامحني تعالاش نختلفوا فيها شنو انت سامحني انت كحزب حاكم الان شنو انتظاراتك من الحكومه اللي مش تكون المصغره هذه واحد لو كانك انت ما عندكش خلفية معينة من أنه تحب توصل الانتخابات بحكومة تابعتك بأجهزة دولة تابعينك بولاد تابعينك بمعتمدين ولاد تابعينك باش غدو يسخرولك ما توفر لهم من إمكانات باش تعمل حملة انتخابية باش تنقل في المعتمديات باش تعمل هذا صراحة ما عاد يقبلوا حتى حد. طيب نمشي لسي محمد نجي الغرسلي الوضع الراهن وما بعد هذه التصريحات اللي تقولها المعارضة والحكومة الشعب التونسي تعب يزيه من الكلام يحب يعرف مصيره وين ماشي اقتصاده تنمية اجتماع أمن المعارضة تقول أنا نجم نوفر والحكومة تقول نجم نوفر حليل الشعب التونسي وهو الضحية يعني بالأخير للأسف في ظل هالتجاذبات هذه كل طرف يقول عندنا والمجلس التأسيسي هو المسؤول الوحيد شرعيا نحب نحكيه بالشرعية والقانونية المجلس التأسيسي هو المسؤول الوحيد المجلس التأسيسي أراه شارف على إنهاء العمل بتاعه لما وصلنا تم انتخاب ثمانية من أعضاء الهيئة العليا بتاع الانتخابات إيش تبقى وتمارس العملية الانتخابية ما زال العنصر التاسع ثم انتخاب الرئيس تكونت الهيئة بتاع الانتخابات هي عندها برنامج عندها أجندة خاصة به تقوم بالأعمال بتاعها تجتمع تنشط المرحلة الزمنية معينة بعدين تيجي تتقدم للأطراف الموجودة على الساحة يعني كحزب سياسي وكسلطة ثلاث تتقدم لهم تقول أنا عندي مقترح نقترح مثلا في خلال شهر ديسمبر مثلا بالإمكان ترتبوا تحدكم قلوا به الانتخابات بتاعكم والافتراض في جانفي يعني لهنا الأطراف الفاعلة تحدد الموعد يعني المجلس كمجلس أروا أنهى أعماله يعني ما معنى يتم انتخاب تسعة انتخاب ثمانية بالتوافق والتاسع لا ما يتمش مش بفعل فعل هذا مش أريد له على سياسة وأنه هل أي العلم تاع الانتخابات لا ترى النور باش المواطن يحس وأنه المجلس التأسيسي ما عمل له حتى شيء لا مش صحيح المجلس التأسيسي يعني ما زالوا في خصوص الانتخابات وتحديد الهيئة ما زال وتحديد الموعد بتاع الانتخابات ما زال العضو التاسع بفعل فعل يعني أريد له بأن لا يتم الاتفاق وعندك انتخاب الرئيس ورأسا الهيئة العليا تحدد الموعد بتاعه وتخدم خدمتها لكن سي ناجي أنت كعضو مسؤول كيف الأعضاء الكل مسؤولين على أنه هذه الأجندة السياسية اللي حكيت عليها نقبل البطريف قلت أنه ثم في عباد عندها أجندة سياسية من مسؤوليتك أنك تقطع عليهم زيت لا يعني نفس الشيء يعني الكلام هذا يعني عبرت عليه شخصيا يعني وخلاني ننسحب يعني قبل بأسبوعين من عملية الانسحاب داخل المجلس انسحبت من الكتلة الديمقراطية وتبقيت في الموقع متاعي احتجاجا على يعني الشيء اللي عايشه في زوز حوايج من ناحية الدور ما عادش الدور يعني الدور نايب هو عملية تشريعية يعني خرجنا عليها وصارين نجادل في مواضيع ما عندهاش سيلة بالدستور وثم في الجانب الآخر الخفي اللي يتعلق بالهوية العربية الإسلامية. طيب الفترة السياسية المقبلة كيفاش تراها سي المرحلة المقبلة أنا يعني كقناعة ثابتة لا يمكن المساسة بأي شكل من الأشكال في مرحلة سابقة يعني رحلة طاغية التجأنا للوزير الأول التجأنا للرئيس بتاع البرلمان
والتجارنا فصل 56 و57 باش نلقوا مشروعية. نيجي اليوم نمسحها؟ من أنت؟ الأندرا اللي اعتصموا في القصبة واللي اعتصموا في باردو هم يمثلوا الشعب التونسي؟ يمثلوا إلا أنفسهم. الشعب التونسي عمقه في البلاد، الشعب التونسي إرادته، إرادته عبر صناديقه، لكن الأطراف هذيك متمثل إلا أنفسها. الشعب التونسي عنده إرادة أنه وعنده إرادة وعنده قناعة أنه أعطى أصواته إلى أعضاء تنجم تخدم الجهات نتاعها. نجموا نحكيوا على محمد نجي غرسالي، شنو قدمت لجهتك؟ في ظل هذه التجاذبات، في ظل هذه المشاكل، في ظل هذه الأجندة السياسية اللي تجبد ليها وما تخليش سامحني، نحب سامحني مش قص عليك. أنا رأى أنه كل التحركات اللي قايمة واللي موجودة واللي قايمين بها الأطراف الكل والناس كل راهي ذات جدوى وعندها قيمة، مش تهاونوا بها. لا اللي يتحرك من هذا الشق ولا من هذا الشق. ربي من عاش أنا نسمع في خطاب سياسي، وان كان سي محمد ماهوش منتمي معناها لحد الحزب. انا حبيت هو يجاوبني خاطر باش نعطيك الكلمه. انا راهو ما يلزمناش نتهاونوا باي تحرك معناها قاعد يقع في الشارع، ونتحركوا بمنطق. انا راني عندي الاغلبيه وانت عندك الاقل. راهو بلادنا ما عادش تحمل هذا. البلاد ما عادش تحمل منطق الأغلبية والأقلية. ما عنديش برشا وقت، نحب نخلي سي محمد نجي باش نرجع لك سي الهادي انك تكمل لي. اذا كل حراك كل تحرك كانوا في باردو ولا في القصبة ولا في صفاقس ولا في القصرين ولا يقوم به اي تقوم به جهة، لازم ناخذوه بعين الاعتبار اكيد، ونعدلوا ساعتنا كاحزاب وليس المحدد. لا مش وليس المحدد. المحدد يعني الخلاف، المحدد هو الوفاق، هو التفاوض، هو التخلي، هو التخلي، تخلي عن منطق الأغلبية والأقلية. التفاوض التفاوض اللي يخرج البلاد من هالتجاذبات هذه اللي وصلت بنا إلى حد الاغتيال وإلى حد أن ظاهرت الإرهاب أصبحت. اسمح لي سيدي، اسمح لي في البلاد. اسمح لي سيدي، اسمح لي. أنا عندي تساؤل، عندي تساؤل. تونس ساعة في حاجة إلى جهد الرضيع، والجميع مطالبون، كل منهم يهبط من السقف نتاعو، وكل منهم يتخلى على حزبيته اللي فات الوطن. هذا الاصل فقط ملحوظه برك. وانا راني نحكي ديما كمناضل في صلب الاتحاد. بالطبيعه نعرفوا شو واقع في البلاد ونعيشوا فيه ونلمسوه، اما راني ما نحكيش اللي فايت لا حزب هذا ولا حزب هذا، كفايه البلاد. طيب نعطيك كلمه الختام سي الهادي اللي كنت بعد باش نرجع لك في كلمه اخيره. سي ناجي، كلمه الختام. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى حوار وطني وتوافق للخروج بالبلاد من الازمه. كلمه الختام معك. انا اقول في ختام هذا اللقاء انه على كل اطراف انها تقدر ما بادر به الاتحاد في هذا الظرف معناها الحساس للبلاد، وما يتحمله الاتحاد من وزر للخروج بالبلاد من هذا، من المأزق اللي فيه، واللي شعبنا كله ينتظر في دور الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار قناعته بأهمية دوره. مش معناها ننتفي راهو وننفي أن الناس الأخرى وعقولها وتجاربها وإلى غير ذلك، لكن الناس كل وشعب الكل ينتظر أين كيفاش الاتحاد قادر باش يقنع الأطراف الكل للجلوس بكل تعقل وبكل حب للبلاد هذه للخروج من هذا، للخروج من هذا المأزق. لأنه معناها كيما قلت لك، معناها حتى تماشيا مع الكلام اللي راهو الاتحاد هو اللي انقذ الجدليه حول الشرعيه في 23 اكتوبر قبل. واضح اكيد عندما اعترف بالشرع الاتحاد الان زاد كيف انقذ الجدليه حول الشرعيه، لانه اقر ببقاء المجلس التاسيسي، وكنا صريحين وكنا عندنا من الشجاعه باش نقول المجلس التاسيسي ان شاء الله نعملوا انه يكون ما قالوا هذا مجموعه حتى التابعين الحزب الحاكم ولا الحاكمه وما قالوهوش. ولذا يجب ان تستغل الحكومه هذه والاغلبيه في الحكومه هذه هذا الدور اللي قام به الاتحاد. واضح
سي محمد وقادرين باش نعملوا حكومه تكنوقراط. ماش عندي برشا وقت، عندي دقيقه برك، لازم نخلي سي محمد يكمل لي. سي 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 الهادي الاتحاد العام التونسي للشغل قلت هو مظله استظل تحته الجميع ومنظمه وطنيه نقابيه. بالنسبه لجهه القصرين وقفصه وسيدي بوزيد الاماكن اللي صايره فيها الارهاب، شنو هو تو الحل نتاع الحل او شنو نجم نقول للشعب اللي في المناطق هذيك اللي يعاني؟ المواطن اللي يعاني ان شاء الله نامل يصير فيه توافق ما بين الاطراف الفاعله، وان شاء الله يتم التعجيل اليوم قبل الغدوه في انهاء الدستور ان شاء الله. وان شاء الله الامن، انا واحد من الناس لاحظوا انه الامن وبارك الله فيك، الامن اللي عايشينه قبل في مرحله سابقه قبل، مش الامن اللي عايشينه حاليا، يعني في السيد المسؤول يعني الجهاز الامني الحالي، يعني بالنسبه للمناطق الداخليه العباد ما كانتش تنجم تخرج بعد المغاربة، المرأة ما تنجمش تمشي للدار نتاعها، نأمل انها تتغير ان شاء الله الظروف. يعني الفتره الحاليه فيه تحسن كبير وكبير جدا، ومن خلال تواجدي انا كم نقول يعني اصيل القصرين نقول انه الارهاب سوف يقبر في الشعبي برجالنا البواسل اللي هم جيشنا وجنودنا والكفاءات نتاعنا في الجيش وفي الامن وفي مواطنينا، باش يكونوا واعين وعندهم الحس الوطني فوق كل اعتبار وما ينقوش وراء اي تجاذب. وهذه الدعوه من جديد. شكرا لك سي محمد الاتحاد الاتحاد ان شاء الله يا رب تكون البلاد لاباس وان شاء الله كلمتك توصل. شكرا لك سي الهادي بن جمعه. في الاخير بالله تحيه للمراه التونسيه في عيد واضح ما عادش عندي برشا وقت. تحيه الناس الكل جيشنا ولامنا اللي قاعد يحرس البلاد، ونترحموا على نترحموا على شهدائنا كل. شكرا لك سي الهادي بن جمعه. وان شاء الله هكا حد لاباس وان شاء الله ما نعيشوش ديالات اخرى وما نعيشوش سيدتي اعزائي المشاهدين. هذا هو حصتنا رجعه سدان، نتقابل ان شاء الله في موعد اخر. مني اليكم سلام وتحيه، الى اللقاء. يعطيك الصحه.